بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكريا عبد العالي، مهندس برمجيات، ونكمل دائما في سلسلة دروس الدلفي أفاميكس لبرمجة الموبايل. سنتكلم على موضوع صغير نوعا ما، الفيديو سيكون سريع بحول الله، حول الويب بروزر. الكل يعرف الويب بروزر، مبرمجين الدلفي يعرفون الويب بروزر لأنه موجود في الفيسيال وهو سهل الاستعمال. لماذا نستعمل نريد استعمال الويب بروزر؟ ممكن في تطبيقات الفيسيال او تطبيقات سطح المكتب لا نستعمله كثيرا الا للضرورة قصوى او لحسب نوعية التطبيق. من اغلب التطبيقات لا نحتاج الى ويب بروزر، لكن في الموبايل نحتاجه في عدة امور. اهم شيء مثلا انا احتاجه في موضوعين. اولا عندي ملف HTML يحتوي على كونترا او موضوع لابد عرضه على المستعمل لكي اتفاق او شيء ما، لكي يراه بستايل معين مع روابط فيه لليان. اذا هذه الكونترا اللي عندما نعرضها على المستعمل نعرضها في شكل ويب بروزر، في شكل HTML بيج وليس في شكل نافذة او فورمز. ايضا لعمل كما يعرف بالامبريسيون بي دي اف او بتحويل HTML بي دي اف يكون سهل، ليس مثل تحويل النافذه عندما نعمل مكونات في النافذه ونحولها الى ملف بي دي اف. هذا الامر يكون صعب وغالبا ما لا نجد مكونات تقوم بهذا الفعل في الاكزمارين، وجدت صعوبه في فعل ذلك. لكن عندما حولت ال HTML وجدت كود سورس يحول صفحه HTML الى بي دي اف. هذه بعض الأمور التي أحتاجها أنا شخصيا في الويب بروزر، لكن بصفة عامة تحتاجون الويب بروزر غالبا لتطبيقات الموبايل. سننطلق لتوضيح ثلاث أمور الضرورية في الويب بروزر. نفتح دلفي ومشروع جديد. أحد الإخوة سأل كيف أنشئ مشروع موبايل. فايل نيو، وهنا تختار ملتي ديفايس، اي ملتي ديفايس في الدلفي هنا نسميها ملتي ديفايس ابليكاسيون، وبلغات اخرى مثل الجافا او اصحاب الدوت نت نقولون كروس بلاتفورم، ابليكاسيون كروس بلاتفورم. اذا مشروع جديد عادي جدا، ثم في الفورم نعمل تي ويب بروزر وكالعاده مثل الفيسيال، وناتي به نضعه في كليونت هنا كي يعمل ملء الشاشة align alignment client. اوكي، هنا ملء الشاشة، وهنا الخاصية URL هي التي تسمح لنا مثلا هنا سأعمل URL الخاص بالدلفي، هكذا سيكون الفيديوهات. اوكي، أسحب هذا اليرل وأضعه هنا هكذا، وننفذ التطبيق على الويندوز. مجرد وضع اليرل في الخاصية يرل وضع مسار الموقع، الويب بروزر يعرض الصفحة مباشرة، وهذه الصفحة نستطيع تنفيذ منها الميديا. مثلا هنا فيديو، نستطيع تنفيذ الفيديو ونلاحظ عادي كأنك تتصفح على فايرفوكس، جوجل كروم. هذا عندما نعمل هكذا في اليورل، او نستطيع ايضا الوصول الى ملف HTML موجود في السورس كود، اي نضع هنا ملف HTML مثل ما عملنا في درس لا اكرر MP3 او عرض الصوت. وضعت ملف في السورس وقمنا بعمل عن طريق iOS تعليم. سنذهب الى السورس، هو موجود في الجيت، كل الدروس ان شاء الله ستجدونها في الجيت. ايضا هنا هذا الجديد ساضيفه بعد قليل. اذا عملنا الميديا بلاير، في الميديا بلاير
افتح يا سمسم. هنا في الميديا قلنا افتح هذا الملف في اللوكال. إذا نستطيع إضافة ملف HTML ونسترجع المسار إذا كان أندرويد، نسترجعه بهذه الكيفية ونضعه في الـ URL الخاص بالويب بروزر. إذا نستطيع الحصول على ملف HTML عن طريق URL لمسار لموقع ما عن طريق سيرفر أو HTTP أو HTTPS، البروتوكول HTTPS أو HTTP لمسار ما، أو on local عن طريق مسار الملف في اللوكال، مثل ما نفعل أيضا بالنافيجاتور العادي عندما نريد فتح ملف عادي HTML موجود في سطح المكتب أو في أعلى القرص، نضغط عليه على المتصفح ويفتح بلا إشكال. الآن والشيء الضروري هو كيفية، لأن في درس ليكزمارين قلنا أننا نستعمل اليورال ونستعمل أيضا string. كيفية عمل الفيديو ثقيل نوعا ما، نعم هنا كيفية إعطاء string string in form HTML. نذهب إلى مثلا في الخاص أو في الحدث create للفورم، سأقول له web browser هو ليس URL ولكن load from strings، وهنا أعطيه code HTML و URL إذا كان ممكن. إذا كان لا أعرف الفاريابل الثاني، لكن ما هو باز URL. إذا لم يجد الـ HTML الموجود سينفذ الباز URL، الكونتنت يحمل كونتنت لباز URL. load from strings هذا حسب ما فهمت، لا علينا. المهم هنا نكتب، هذا هو المهم أننا نكتب HTML HTML كود HTML مثلا body ونكتب h1/h1 هذا سيكتب لي عنوان، وفي العنوان مثلا سكيل عبد العالي ويب بروزر. اون كرييت في الفورم سيقوم بشحن هذا string HTML الى الويب بروزر. نرجع للويب بروزر في الكليانت، ننفذه على ويندوز وبعد ذلك سننفذ كل شيء على الاندرويد. كما تلاحظون عمل HTML، نفذ كود HTML في المتصفح الخاص بالدلفي. سنطبق نفس الكود على الأندرويد. أين هو الأندرويد؟ ويحضر في الأبيكا. استغرق وقت هكذا. وهذه النتيجة على الأندرويد. كما تلاحظون أخذ ال نحن عملت له
أي كود نكتبه هنا سيقوم بعرضه على المتصفح، سيسطر فقط وعمل الأندرلاين. أوكي، هذا درس بسيط جدا حول الويب براوزر، لكن ضروري نعرف التعامل مع الويب براوزر، سواء باليورال سواء بالسترينج في شكل HTML. أتمنى أن يكون الدرس مفيد مع أنه بسيط، لكن أعدكم أن تكون الدروس الآتية القادمة ستكون صعبة جدا. أرجو أن أستطيع تحويل الدروس مثلا بوش نوتيفيكاسيون، درس جد معقد أتمنى أن أستطيع عمله بالدلفي، وأيضا لنوتيفيكاسيون درس أيضا معقد وعن طريق الفيسبوك وجوجل. ماذا أيضا؟ الويب فيو عملناه، هو ويب بروزر. ليس فيو أيضا درسها كبير. SMS والهاتف أيضا سنتكلم عليها إن شاء الله. LangVM ممكن، والSQLite أيضا ضروري، وAlert انتهينا منها. Pop-up الليست فيو ضروري قلنا، إذا الليست فيو إن شاء الله ضروري، والSQLite إن شاء الله ستكون هي دروس، لأن البوش نوتيفيكاسيون والإيدنتيفيكاسيون عن طريق الفيسبوك وجوجل صعبة جدا، حتى أني في الزامرن لحد الآن جوجل لم أستطع استعماله ويوجد به خطأ ولم أجد له حل إلى حد الآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى درس قادم.